التوتر الروسي الغربي يبلغ أوجه على خلفية الملف الأوكراني، ولكن إزاء التصعيد المستمر مقترحات للتهدئة تتقدم بها موسكو تتعلق بضمانات أمنية لخفض التوترات العسكرية في أوروبا. من المقترحات التعهد بعدم استخدام أراضي دول أخرى لشن هجمات وعدم توسع حلف شمال الأطلسي. ماذا أيضا في مسودة الاتفاق الروسية وهل تقبل بها واشنطن؟ التفاصيل في هذا العرض المفصل معك مروج إبراهيم. مساء الخير مروج. إذن نحن الآن بصدد مناقشة وثيقتين على ما يبدو تقدمت بهما روسيا إلى الولايات المتحدة، إلى مساعدة وزير الخارجية الأمريكي. الآن الولايات المتحدة وحلفائها يبحثون هذه المسودات، وسننتظر ما الذي سيكون يعني بعد ذلك، ربما جلوس إلى طاولة مفاوضات، على الأقل ربما تخفيف حدة التوتر الموجودة في الأجواء هذه الأيام. صحيح مهند، بالفعل نشرت وزارة الخارجية الروسية مسودة اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية والتطورات في أوكرانيا. من أهم بنود المسودة اقتراح موسكو على الناتو التعهد باستبعاد ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي ووقف أي إجراء للتوسع. بجانب ذلك تتعهد روسيا وحلف شمال الأطلسي بعدم نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في الأراضي والمناطق التي يمكن أن تكون منطلقا لاستهداف كل منهما الآخر. قائمة المطالب الروسية شملت عرض موسكو على حلف الناتو الاتفاق على حل جميع الخلافات سلميا والامتناع عن استخدام القوة وأراضي الدول الأخرى لتنفيذ هجوم على بعضهم البعض. كما عرضت روسيا على الناتو التخلي عن أي نشاط عسكري في أوكرانيا وأوروبا الشرقية، بالإضافة إلى القوقاز وآسيا الوسطى، عدم نشر مزيد من القوات في أوروبا الشرقية إلا بموافقة موسكو وأعضاء حلف شمال الأطلسي الناتو. على أن تتعهد موسكو وواشنطن أيضا بعدم إجراء أي تدريبات عسكرية تتناول سيناريوهات استخدام الأسلحة النووية، عدم تدريب الجيوش الدول غير النووية على استخدام أسلحة نووية. المطالب الروسية تتزامن مع تلويح أوروبي وأمريكي بعصا العقوبات ضد موسكو في حال هاجمت كييف، وقد تشمل العقوبات فصل روسيا عن نظام سويفت الدولي للدفع. هو الأمر الذي يحرمها من العملات الصعبة التي تحصل عليها مقابل النفط والغاز وبقية الصادرات الأخرى. كما تشمل الإجراءات الاقتصادية عالية التأثير تقييد مشتريات روسيا من الديون السيادية وتشجيع ألمانيا على وقف خط أنابيب نورد ستريم 2. وقد تشمل العقوبات أيضا البنوك الروسية والشركات المملوكة للدولة وصناديق الاستثمار المباشر الروسي، طبعا بالإضافة إلى طبقة رجال الأعمال المقربة من الكرملين. هذا ولا تزال الأزمة في أوكرانيا تراوح مكانها بين الغرب وأمريكا من جانب وروسيا من جانب آخر. الآن تنضم إلينا من واشنطن مراسلتنا أمينة السريري، ومن موسكو مراسلتنا أريج محمد. أهلا بكم. سأبدأ منك أمينة، يعني هذا العرض إنجاز التعبير أنه عرض للتهدئة من جانب روسيا، لكنه يتضمن مجموعة من المطالب، كيف هو التفاعل مع هذا العرض من جانب واشنطن؟ نعم مروج، قبل قليل كان هناك إيجاز لمسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، وكان هناك يعني حديث عن هذا العرض الروسي الذي رفض المسؤول التحدث عن بنوده بشكل تفصيلي، لكن المسؤول قال إن بعض من هذه البنود سبق لروسيا أن طرحتها على دول حلف الناتو، على الولايات المتحدة الأمريكية. لكن بالمجمل الولايات المتحدة الأمريكية قالت إنها ترفض أن تقوم بأي مباحثات بخصوص هذا العرض وهذه البنود دون إشراك حلفائها في حلف الناتو وحلفائها الأوروبيين، لأن عددا كبيرا من هذه البنود يتعلق بالأمن الأوروبي. أيضا المسؤول الكبير المستوى قال إن الولايات المتحدة الأمريكية ودول حلف الناتو لن تقوم بتقديم أي تنازلات فيما يخص أمن دول هذه المنطقة، في إشارة إلى أن بعض من هذه البنود التي ذكرتيها مروج صعب أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذها لروسيا. حتى هذه اللحظة ما يمكن للولايات المتحدة الأمريكية، وحتى في هذا الأمر تواجه بعض من التردد والخوف من قبل شركائها، هي حزمة العقوبات.
حتى هذه اللحظة هناك مباحثات مكثفة مع شركاء الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص العقوبات التي يمكن فرضها وأيضا التوقيت فرضها. هناك ضغط أمريكي كبير خاصة من قبل أعضاء الكونغرس الذي يتزايد بضرورة فرض هذه العقوبات قبل حتى أن تقدم روسيا على أي خطوة عسكرية وأي اجتياح لأوكرانيا. في المقابل هناك عدد من عناصر الإدارة الأمريكية تقول إنها تحضر هذه الحزمة من العقوبات لتكون جاهزة في حال قامت روسيا باجتياح أوكرانيا. لكن دول الاتحاد الأوروبي 27 تخشى من فرض هذه العقوبات في أي توقيت حالي. لما لذلك من تداعيات على اقتصادها 40% تقريبا من الواردات من الغاز للدول الأوروبية يأتي من روسيا، وفي حال تم تنفيذ هذه العقوبات المتضرر الأكبر سيكون هذه الدول وليس الولايات المتحدة الأمريكية. إذن أريج، من خلال هذا العرض أو الاتفاق العسكري الذي عرضته روسيا على واشنطن، هل يبدو أن روسيا الآن تتجه باتجاه التهدئة بالفعل للمواقف؟ مروج، في الحقيقة موسكو ترغب بهذه التهدئة، وهي تفضل كل تهدئة على أي تصعيد وعلى أي توتر، وهو ما كان قد جاء عليه نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريبكوف في معرض تصريحاته التي شرح فيها مطولا الموقف الروسي ومتضمنات هذه المسودة، مسودة الاتفاقيتين بين روسيا وحلف شمال الأطلسي من جهة وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية من جهة ثانية، حول الضمانات الأمنية التي تطالب بها موسكو وتراها ملحة جدا في هذه المرحلة، بعدما شعرت موسكو كما تقول وقالت مرارا أنها شعرت نفسها محاطة بقواعد عسكرية أمريكية، بقواعد عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي، وهي لا تستطيع ألا تقوم بأي شيء، بأي إجراء تجاه ما تشاهده من هذه التحركات. هي تشعر بتهديد فعلي وتحاول أن توصل هذه المخاوف على شكل رسائل من خلال اتصالاتها مع الأمريكيين، من خلال اتصالاتها ومشاوراتها مع الأوروبيين. وكان الرئيس الروسي قبل أيام قد أجرى العديد من الاتصالات الهاتفية، بينها مع الرئيس الفرنسي مثلا، مع الرئيس الفنلندي أيضا مثلا، أيضا كان هناك اتصال هاتفي بين وزيري خارجية روسيا وألمانيا. هناك أيضا مشاورات منتظرة تنتظرها موسكو كثيرا مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق رد فعل واشنطن على هذه المقترحات التي قالت الولايات المتحدة الأمريكية في آخر تصريحاتها أنها تدرسها وستقيمها الأسبوع القادم في بحر الأسبوع القادم. هناك رغبة روسية حقيقية في حصول هذه التهدئة. موسكو تفضل الحوار على أي تصعيد، لكنها ستجد نفسها مرغمة عليه، ستجد نفسها مضطرة للرد على أي تصعيد تعتبر أن الغرب هو من يبادر به وليس هي فقط. ترد وتستجيب لهذه المخاطر والتهديدات. شكرا جزيلا لمراسلتينا من موسكو أريج محمد، ومن واشنطن أمينة أسريري. يعني كما نتابع الآن مهند، يعني البعض يرى أنه اضطرت روسيا لهذا العرض بعدما رفعت عصا العقوبات بوجهها بشكل كبير، وهي عقوبات نافذة جدا وفعالة وقد تكون ضارة تماما بالاقتصاد الروسي. ومن ناحية أخرى البعض يرى أنه يعني هذه المطالب التي وضعتها في هذا الاتفاق قد يكون صعب على أوروبا وواشنطن بالتأكيد مروج عليها. على الأقل عدد من هذه المطالب لن يكون هناك أي تفاوض ولن يكون هناك أي قبول من قبل الغرب وحلف شمال الأطلسي، لأن الحلف يقول لا يمكن لروسيا أن تضع فيتو على من يريد أن ينضم إلى الحلف أو من لا يريد أن ينضم. على كل حال سنتابع هذا الملف بالتأكيد على مدى الأيام القادمة، سنتابعه في الساعة القادمة بالمناسبة بالتأكيد. بشكل أكثر تفصيلا. شكرا لك مروج. شكرا مهند.